أعلنت السلطات الروسية ارتفاع حصيلة الهجوم على مركز كروكو سيتي التجاري في ضواحي موسكو إلى 115 قتيلا. رئيس جهاز الأمن الروسي أكد أنه أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصا بمن في ذلك الأربعة الذين نفذوا الهجوم الليلة الماضية. أفاد المحققون أن منفذي الهجوم في موسكو كان لديهم اتصالات مع جهات في أوكرانيا وأنهم كانوا متوجهين إلى الحدود مع أوكرانيا. أضاف المحققون أن المنفذين أشعلوا المبنى بواسطة سائل قابل للاشتعال.